أهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ مصر القديم، واللي هتكلم فيها عن عصور ما قبل التاريخ. مصطلح ما قبل التاريخ مصطلح مرن كده، عادة بيطلق على كل الأزمنة السحيقة اللي سبقت معرفة الكتابة وتكوين الكرة والحياة المستقرة، نقدر نسميه التاريخ الصامت. في تعبير تاني مرادف ليه إلى حد ما، العصور الحجرية، لكن في رأيي الشخصي هو تعبير متطور شوية، لأن الإنسان البدائي وقتها اضطر يصنع شيء بإيده، أدوات حجرية بتناسب مطالبه المحدودة وقتها، وهي على الأقل الدفاع عن نفسه في عالم البقاء للأقوى. لو أول مرة تسمعني، أنا خلود الجمال، دكتوراه في الآثار المصرية. أتمنى حضرتك تدعمني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنبدأ حلقتنا بسؤال: إزاي عرفنا تاريخ ما قبل التاريخ مع إنه تاريخ صامت وغير مدون؟ والحقيقة إن عصور ما قبل التاريخ رغم إن دراسات كتير عليها، إلا إنها عصور مليئة بالتكهنات والغموض، اختلاف للآراء بين الباحثين والعلماء. التسلسل الزمني نفسه للعصور دي محل خلاف كبير، لكن المصادر اللي اعتمدوا عليها في التاريخ: الكربون المشع، التلألؤ الحراري، تاريخ الفخار، تاريخ حلقات الأشجار، دراسة العظام، تطور الأدوات وغيره. بعض الأثار اللي عثر عليها متواضعة، مش هترضي حد غير المتخصصين بس، علشان هم المعنيين بدراستها. لكن على الرغم من تواضع الأدوات دي وتطورها البطيء، إلا إنها بتحكي عن شقاء الإنسان الأول اللي واجه وحشية البيئة القديمة وجبروت الكائنات. المتخصصين قسموا عصور ما قبل التاريخ ثلاث أقسام: العصر الحجري القديم الأسفل أو الأول، عصر مديد جداً، حقبة جليدية مطيرة. في نظريات مختلفة عن بدايته الزمنية، استخدم إنسان العصر ده أدوات يدوية وبدائية مصنوعة من الأحجار علشان يدافع عن نفسه من الحيوان أو الإنسان، استخدمها في صيد الحيوانات، تقطيع لحمها، عظمها، إسقاط ثمار الأشجار. إنسان ساكن للكهوف، متجول وهائم على وجهه، بحثا عن الطعام وهربا من الأخطار. ومع نهاية العصر ده في مكان ما في العالم القديم، وبالصدفة على الأغلب تم اكتشاف النار، وده كان أول انقلاب مادي في تاريخ الحضارة البشرية، لأنه ببساطة ميز طعام الإنسان بعد طهيه عن طعام الحيوانات. بدأ يستخدم النار علشان يقاوم البرد والصقيع، تغلب لحد ما على مخاوف ظلام الليل، وبالتأكيد خفت وحشيته وتهذب شكله بعد ما تخلص من مجهود أكل طعام الني، علشان تبدأ حقبة جديدة، العصر الحجري الأوسط. العصر الحجري الأوسط حقبة طويلة من العصر المطير، الأدوات اتميزت شوية عن العصر السابق، بدأوا يهذبوها بالقشط ويدببوا أطرافها زي النصال والمساقط، وفضل المصري الأول متجول بين الصحاري والهضاب والمرتفعات حوالين مصادر الطعام والشراب، علشان تبدأ مرحلة العصر الحجري القديم الأعلى. انتهت الأمطار الكثيفة وحل محلها الجفاف، قلت نباتات السافانا وبالتالي قلت الحيوانات الضخمة اللي كانت بتتغذى عليها، مفيش مية، مفيش نباتات، بعض الحيوانات انقرضت والبعض هاجر من المكان، وفضلت ظروف الجفاف تسود شوية بشوية. بدأ الإنسان وقتها يحاول يطور أدواته بسبب ظروف حياته الجديدة، قلل حجم الأدوات الحجرية الضخمة وبدأ يصنع أدوات صغيرة يصطاد بيها الحيوانات الصغيرة اللي لسه عايشة ومقاومة للجفاف. صنع سهام، أقواس، أسلحة ثابتة بيثبتها على فروع الشجر بتأدي الغرض بدل الأدوات الحجرية التقيلة. في نهاية العصر الحجري القديم الأعلى، وبسبب الجفاف الشديد، بدأ المصري الأول يتتبع انتشار النباتات والحبوب على المورد الدائم في أرضهم، نهر النيل. بدأت دفعات متتالية تتجمع وشجعهم الأمان على الاستقرار. لما إقامتهم طالت على غير المعتاد، علشان يستمتعوا بالنباتات الطبيعية، الأسماك، الحيوانات والمية، كل ده حوالين النيل، بدأوا يلاحظوا نمو النباتات في الأراضي الخصبة، ده طبعا بعد ما شافوا أثر الفيضان وانحساره، وإن النباتات بتنمو تلقائيا بعد ما تتوفر الأرض السوداء، لحد ما استوعبوا جيل بعد جيل. سواء طالت المدة أو كانت قصيرة، في النهاية عرفوا أساليب الزراعة. طبعا معرفة الزراعة كان ليها نتائج اجتماعية، عمرانية، اقتصادية، ومش بس على مصر. ظهر التماسك الأسري بين الأفراد،
الأب بقى في احتياج مجهود ولاده وزوجته في الزراعة، والزارعين استقروا بجوار مزرعتهم. بقى في ميل للتعاون والتجمع علشان يحموا نفسهم من أخطار الفيضان، وبدأوا بشق نقدر نقول ممرات وتصريفات للفيضان. ظهر بجانب الزراعة استئناس للحيوانات، وصنعوا أدوات زراعية، فؤوس، مناجل، سلال من الخوص والبردي والحلفة علشان يخزنوا الحبوب، وبدأوا في صناعة الحصير. طبعا الصناعات دي كانت تدريجية مش في وقت واحد، المصادفة مع الملاحظة والصبر، وأخيرا الحاجة أم الاختراع. طبعا أثار المصري الأول في ظهوره التلاتة موجودة في مناطق متفرقة، والعلماء سموها باسم الأماكن دي: حضارة الفيوم، مرمدة بني سلامة، حضارة البداري، دير طاسة، الواحات الخارجة، حوض كومومبو، وفي سفوح مرتفعات الأقصر، وقريب من أسوان، حلوان، على طرق الواحات، في دهشور، في سقارة. أثار الإنسان الأول موجودة وبتعود للعصور الحجرية التلاتة. بعد استقراره في وادي النيل عرف إن الطمي ممكن يصنع منه الأواني بعد حرقه، وعرف الفخار. عرف خصائص الفخار ممكن بالصدفة بعد احمراره تحت مواقد النار، أو لاحظ الصلادة بسبب حرارة الشمس. المهم إن بدأت الصناعة بشكل يدوي لمدة طويلة، ولما قدر يشبع رغبته وتطلعاته بدأت مرحلة طفولة الفن. تماثيل صغيرة من الصلصال، العظام، العاج، هيئة إنسان، حيوان، مش مهم النسب ولا درجة الإتقان، ساقين ملتصقتين، رأس كبيرة، تكوينات، أشكال من البيئة، رسومات بدائية حفظت شكل الحيوانات زي كهف السباحين. المهم إن الفن البدائي الطفولي ده رغم تواضعه لكن دليل على بداية تصالح المصري الأول مع البيئة، وإنه بقى عنده وقت للفن. العلماء سموا عصر معرفة الزراعة العصر الحجري الحديث النيوليثي، والحقيقة إن فيه أسماء كتير والمتخصصين هم بس اللي عارفينها. المهم إنها مرحلة أدوات حجرية جديدة، إنتاج، تحكم في الأرض، كل ده بشكل معقول. لو هنتكلم عن شكل المصري الأول كسلالات وأجناس، فظهرت بقايا هياكل عظمية في تل الترامسة في محافظة قنا، عثر على رفاة طفل مقدر عمره بحوالي 70,000 سنة، عثرت عليه بعث جامعة لوفان البلجيكية. السمات التشريحية الملامح حسب آراء العلماء نفس سمات المصري الحالي. في مدينة طهطا بسوهاج عام 1980 عثر على هيكل عظمي لشاب في العشرينات من عمره، أطلق عليه إنسان نزلة خاطر، مقدر عمره بحوالي 35,000 سنة، طوله حوالي 160 سنتي، مش عمالقة يعني. طبعا التواريخ دي بتطرح تساؤل عن بداية عصور ما قبل التاريخ، في اعتقادي الشخصي محتاجة مراجعة للتسلسل الزمني. عثر على رجل الجبلين أو مومياء رجل الزنجبيل اللي أطلق عليه كده بسبب لون شعره وهيئته. مومياء موضوعة في هيئة الجنين موجودة في قبر عميق، تم تحنيطه طبيعيا بسبب طبيعة المناخ والرمل الجاف، ودي كانت واحدة من طرق الدفن في العصور السحيقة. المتوفى بيوضع في وضعية الكرفصاء وحواليه بعض الأدوات من الفخار. طبعا طرق الدفن ما بين حفرة صغيرة بيوضع فيها المتوفى على أحد جوانبه أو في وضع الكرفصاء، لكن الفكرة بتتطور عبر العصور واختلفت من مكان للتاني. الخطوة الحضارية الكبيرة بعد كده معرفة المعادن واستخدامها. معدن النحاس كان من أول المعادن اللي تم اكتشافها، لأنه موجود وقريب من السطح واختلط ببعض المواد اللي بسهولة بيتم صهرها، وغالبا الاكتشاف ده كان بمحض الصدفة. طبعا العصر ده كان ليه مسميات كتير: عصر بداية المعادن، العصر النحاسي الحجري. المهم إنه العصر اللي بدأ فيه استخدام المعادن على نطاق ضيق، أغراض للزينة، مثاقب طويلة، دبابيس للملابس الجلدية. طبعا الكلام ده صاحبه تكوينات كروية ومجتمعات بدائية، بيوت من الطين والحشائش الجافة، أبنية غير منتظمة الشكل، وبعدين أبنية مستطيلة. بدأت الكرة متباعدة، لكن من حين لآخر كان في اتصال لدفع الخطر، أوصالات نسب، مصالح مشتركة، وأحيانا كرة قوية بتحاول السيطرة على كرة ضعيفة فيها مزيد من المساحة أو الإنتاج أو لتحقيق زعامة علشان تبدأ مرحلة فجر التاريخ.